بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباراه الناشئين. اهلا بحضراتكم في استاد الاشبال. النهارده عندنا مباراه الاهلي وانبي في الاسبوع الثالث في دوري 2006 تحت 15 سنه. قبل ما اتكلم عن مباراه اليوم بالتفاصيل، بحب اطمن كل جمهور النادي الاهلي عن حاله الكابتن محمود الخطيب. الحمد لله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بحاله جيده. النهارده تقدم باوراق ترشحه لرئاسه النادي الاهلي في الساعه 10 صباحا. كان الكابتن محمود الخطيب بعد حفل التكريم الكبير اللي كان للكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى، كان حس بعض الالام في عينه اليمنى، توجه للمستشفى وعمل بعض الفحوصات والتحاليل والاشعاعات، لكن الحمد لله الدكتور حازم ياسين والدكتور احمد فرهود اللي بنتوجه ليهم بكل الشكر، ما شاء الله عندنا نماذج مشرفه جدا في الطب، الحمد لله طمنوا كل جماهير النادي الاهلي. ومن هنا من قناه الاهلي بنطمن كل المحبين وكل جماهير النادي الاهلي ان الكابتن محمود الخطيب الحمد لله بحاله جيده جدا. نروح لمباراه اليوم الاسبوع الثالث في دوري الناشئين مواليد 2006. النهارده الاهلي وانبي. دائما وابدا مباريات الاهلي وانبي مباريات من العيار الثقيل، مباريات فيها نديه، علشان زي ما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فيه عناصر ومواهب مميزه، ايضا قطاع الناشئين بنادي انبي بيضم عناصر مميزه ومواهب حقيقيه. علشان كده النهارده هنشوف مباراه من العيار الثقيل، مباراه فيها نديه كبيره. النهارده هيكون ضيوفي في الاستوديو التحليلي نجوم الاهلي الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، ويعلق على المباراه الكابتن المتميز الكابتن محمد عفيفي. النهارده واحنا بنقدم استاد الاشبال لينا اهداف كبيره جدا. ابتدت مع فريق 2001 وفريق 2003، كنا زعنا لهم مباريات قبل كده، الحمد لله كان في ردود فعل ايجابيه وكبيره. الهدف الاول من اذاعه المباريات على قناه الاهلي لقطاع الناشئين ان اللاعب الصغير والناشئ الصغير يتعود دايما على الضغط منذ الصغر، علشان ما يقابلش او يواجه هذه الضغوط لما يطلع الفريق الاول، لا يكون اتعود واعتاد على هذه الضغوط، ان دائما وابدا لاعبي والناشئين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي دائما بيمروا بظروف ان كل مباراه محتاجين فيها المكسب، هو ده اللي بيتعود عليه الناشئ الصغير. علشان كده النهارده لاول مره بنذيع مباريات لفريق 2006. فريق 2006 اللي بيضم يعني عناصر مميزة، النهاردة هتعرفوا بعض اللاعبين منها من خلال نقل المباراة. عايزين نروح لحضراتكم برضو لنتاج مباراة الأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني كان النادي الأهلي لعب المباراة الأولى في هذا الدوري أمام شرقية الدخان وفاز بنتيجة 3-1. المباراة السابقة كانت أمام غزل المحلة وفاز النادي الأهلي في ملعب غزل المحلة 5-1. نروح نشوف مع بعض نتاج الأسبوع الثاني من دوري 2006 قبل انطلاق مباراة اليوم. فاز الأهلي على المحلة 5-1. إسماعيلي فوز على نادي كوكاكولا 2-0. وفوز كبير لإنبي، النهاردة يواجه النادي الأهلي 8-1 على نادي الاتحاد السكندري. التعادل إيجابي شرية للدخان مع بيراميدز 1-1. وفوز إف سي مصر 4-0 على الإنتاج الحربي. التعادل الإيجابي وادي دجلة 2-2 مع مصر المقصة. والتعادل الإيجابي أيضا الزمالك مع المصري 1-1. وفوز سموحة 2-0 على البنك الأهلي والمقاولين كان راحة في هذه الجولة. أيضا نروح لجدول ترتيب هذا الدوري قبل انطلاق مباراة اليوم الأهلي أمام إنبي. النادي الأهلي في الصدارة ويتقاسم أيضا معه الصدارة نادي سموحة. الأهلي في الصدارة لعب ماتشين 6 نقاط، سموحة في الصدارة 6 نقاط، إف سي مصر في المركز الثالث 4 نقاط، مصر المقصة في المركز الرابع 4 نقاط، الإسماعيلي في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ووادي دجلة في المركز السادس برصيد 4 نقاط. نروح لي بعد كده المركز السابع المصري 4 نقاط، إنبي في المركز الثامن 3 نقاط، والاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وبيراميدز في المركز العاشر برصيد 2، والمقاولين في المركز 11 برصيد 0، والشرقية الدخان في المركز 12 برصيد 0. الزمالك في المركز 13 برصيد 0،
والبنك الأهلي وغزل المحلة والإنتاج الحربي كوكاكولا في المركز الـ 14 والـ 15 والـ 16 والـ 17 ليس لديهم أي من النقاط. أيضا نروح نشوف مباريات الأسبوع الثالث في دوري 2006 تحت 15 سنة. النهاردة الأهلي وإنبي مواجهة من العيار الثقيل على ملاعب الناشئين بالنادي الأهلي. الاتحاد أمام المقاولون، السموحة والزمالك، المصري أمام وادي دجلة، الإنتاج الحربي أمام الشرقية الدخان، البنك الأهلي أمام كوكاكولا، مصر المقصة أمام إف سي مصر، بيراميدز أمام غزل المحلة والإسماعيلي في هذه الجولة، الجولة الثالثة. النهاردة باي مريح النهاردة. ده كان أسبوع كانت مباريات هذا الأسبوع، الأسبوع الثالث. بالنسبة لهذا الدوري السنة اللي فاتت كان النادي الأهلي يعني كان بطل هذه المسابقة، كان بالقرعة أمام كمان كان بالتقاسم مع الإنتاج الحربي وحصل قرعة في اتحاد الكرة وفاز بها النادي الأهلي. إذا النهاردة عندنا فريق بيضم مواهب، فريق 2006، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في هذه الجولة وفي هذه المسابقة الصعبة هي بطولة الجمهورية. فاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح سريعا لملعب المباراه لزميلنا فاروق صلاح، نعرف منه اخر استعدادات الفريقين للقاء اليوم. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسامه، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وطبعا طله جديده من اطلالات برنامج او استاد الاشبال ومباراه بطوله الجمهوريه مواليد 2006، لقاء من مباراه القمه في هذه البطوله، لقاء الاسبوع او الجوله الثالثه، لقاء بيجمع ما بين النادي الاهلي وفريق انبي. طبعا النادي الاهلي بيقوده جهاز فني بقياده الكابتن سامر عبد الرحمن والكابتن احمد رؤوف، حقق العلامه الكامله في اول لقائين على فريقي الشرقية للدخان وفريق غزل المحلة، بينما فريق إنبي اللي بيقوده جهاز فني بقيادة الكابتن سامي ندى كان الأسبوع الأول كان باي، الأسبوع الثاني حقق فوز كبير على فريق الاتحاد بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف. خليني أقول لك إن منذ يعني دقائق الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الأهلي أعلن تشكيل النادي الأهلي اللي يخوض به هذا اللقاء، وهو مكون من فتحي مصطفى في حراسة المرمى، قدامه 2 مساكين حسام عادل وأحمد عبدين في اليمين، عبد الله طاهر في الشمال، أمير علاء، وهو واحد من اللعيبة المميزة بالمناسبة يا كابتن أسامة، وكان حضرتك من خلال برنامج الأشبال سلطت عليه الضوء اللاعب أمير علاء الظهير الأيسر. في نص الملعب بيلعب الكابتن سامر عبد الرحمن بثلاثة، إبراهيم عادل، يوسف اسلام، هشام مصطفى، قدامهم مثلث هجومي مكون من عمر سيد معوض وعمار وليد ويوسف السيد. على الجانب الاخر فريق انبي والكابتن سامي ندى كان اعلن تشكيله لهذا اللقاء، وهو مكون من نور عمر في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين زياده محمد واحمد شريف عبد المنعم، في اليمين عمرو خالد، في الشمال محمد سمير، 2 في دايره المنتصف محمد عبد العزيز ميدان وعلي ايهاب، قدامهم 3 عبد الله طارق، محمد عزت، ابراهيم محمد، وهداف الفريق محسن اشرف رقم 10. خليني اقول لك ان طاقم تحكيم بيدير هذا اللقاء مكون من عبد الكريم نصار حكم الساحه، بيعاونه خالد حسام طه ووليد عبد اللطيف. عايز اقول لك ايضا يا كابتن اسامه يعني حاله من التجهيز بتتم هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، استعدادات مهمه جدا بيقوم بيها الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. شايفين المشهد، شايفين الصوره، التجهيز. كابتن سامر عبد الرحمن في كلامه مع اللاعبين طالبهم وقال لهم اهميه اللقاء ومباراه انبي واحده من المباريات المهمه. على الجانب الاخر ايضا الكابتن سامي ندى في كلامه مع اللاعبين بيحفز اللاعبين مواجهه النادي الاهلي، ان المباراه كمان مذاعه على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي، مديه نوع من الحافز سواء للاعبي النادي الاهلي او لاعبي انبي. انا موجود معاك يا كابتن اسامه لو في اي استفسار او اي تساؤل. لا بنشكرك يا فاروق، انت ما شاء الله حطيتنا في الصوره كامله كاننا موجودين دلوقتي في ملعب المباراه. بنشكر زميلنا فاروق صلاح. بالمناسبه فريق 2006 ليه منتخب بيقوده الكابتن محمد وهبه. كابتن محمد وهبه يعني النهارده هيكون موجود في المباراه علشان يبدا يتفرج على فريقين كبار، الاهلي وانبي، بيضموا عناصر مميزه. هقول لحضراتكم برضو الجهاز الفني كاملا للنادي الاهلي، كابتن سامر عبد الرحمن مدير فني، الكابتن احمد رؤوف مدرب عام، محمد فتوح مدرب حراس مرمى، عمار فتحي اداري، احمد جبله طبيب، ابراهيم خاطر مدلك، ومحمد نحله معد بدني. وزي ما احنا شايفين دلوقتي دي المحاضره الفنيه للكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الاهلي لفريق 2006. كابتن سامر عبد الرحمن من المدربين المميزين، ليه خبرات كبيره، اشتغل قبل كده في النادي الاهلي، ليه خبرات كبيره في السعوديه، مسك
فرق في الدرجة الثانية، اشتغل فترات كتيرة مع فرق درجة ثانية، وكمان أيضا في قطاعات الناشئين، فما شاء الله ليه خبرات كبيرة جدا، يعني مدرب كفء ومكسب كبير لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. السنة دي بيرجع مرة أخرى لبيته، وهو أيضا من أبناء النادي الأهلي، من اللاعبين اللي لعبوا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، هو لعب وبيرجع مرة أخرى لبيته، لكن مدرب لفريق 2006. أيضا دي محاضرة نادي إنبي. شايفين دلوقتي كاميرا موجودة في محاضرة الأهلي وكاميرا موجودة في قطاع إنبي، شايفين المستوى وشايفين البنية التحتية وشايفين غرف الملابس. احنا بنتفرج بالظبط كأننا بنتفرج على دوري ممتاز. اللي بيحدث السنة دي في النادي الأهلي في قطاع الناشئين طفرة كبيرة جدا، طفرة كبيرة جدا واهتمام كبير جدا من قبل الكابتن محمود الخطيب وأيضا لجنة التخطيط، وأيضا اهتمام كبير من الكابتن خالد بيبو. بنتمنى له كل التوفيق، وعنده مهمة تقيلة مع قطاع الناشئين هو قدها وقدود. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نجوم الأهلي الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي ضيوف استاد الاشبال نجوم الاهلي الكبار كابتن شريف عبد المنعم. منورنا كابتن شريف. كابتن اسامه، ايه الاخبار؟ جود لك النهارده باذن الله. الحمد لله. بعد الماتش الخماسي انت ترجع تلعب تاني ده انا برضو انهي ماتش فيهم؟ ماتش الكودامة. بس كابتن شريف ما لا لسه صغير. نغير البلاط ده. كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق منورنا وشرفنا كابتن. ازيك اسامه، عامل ايه؟ منور استاد الاشبال. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مين الاكبر؟ لا شريف اكبر. مش عايزين نكبره في السن. شريف اكبر سن ومقام وكل حاجه والنجوميه النجوميه ليك انتوا. ربنا. كابتن شريف، يعني ثالث مباراه بنذاعها لكن لفريق مختلف. ذعنا قبل كده المباراه 2001، ذعنا ل 2003، عندنا لاصغر فريق في القطاع 2006. شاف التجربه، خاصه ان احنا النهارده مش مقتصرين على فريق واحد، لا ده احنا النهارده كمان يعني اذاعه المباريات لفريق اخر كمان 2006. طبعا شيء جميل جدا كنا بنتمناه واحنا صغيرين، يعني كنا نتمنى بس نروح الاستاد نلعب قبل نلم الكور مش نلعب. الفرقه الكبيره كان بيبقى عندها ماتش ساعات بيعملوا لنا احنا الاشبال مع بعض كده قبلها كده كان بتبقى متعه كبيره جدا لينا، والتواجد والاحساس بقى بالشيء نفسه اللي احنا بنشوفه بس في مع الدرجه الاولى يعني. فلما الناشئ دلوقتي يبقى تحت الاضواء دي وفي ظل رعايه كامله وشامله بالنسبه للنادي الاهلي نفسه بيهتم باولاده، عشان كده بتحس ان اللي بيطلع من الاهلي فعلا نجم، يعني نجم بس من التاسيس، يعني نجم مؤسس
سلوكيا واخلاقيا اولا، خدت بالك؟ ثانيا المواهب كلها بتنفرد، خدت بالك انها تطلع كل لعيب، يطلع كل اللي عنده اذا كان في كاميرات كمان، فدي بتدي بوش اكتر، بتدي كل اللي عندي. لو انا النهارده تعبان حتى حاجه على نفسي وهبقى موجود، فطبعا اذاعه المباريات وتحليل المباريات كمان ليهم بيبقى بمثابه شيء جميل جدا، هم بيتعلموا منه وبيفرق معاهم كتير قوي في حياتهم. يعني كابتن حشيش، بدات الناس تعرف دلوقتي المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عرفت لعيبه في 2001 لما زعنا، عرفت في 2003 واحنا كمان بنعرض اهداف المباراه السابقه كانت امام غزل المحله لفريق 2006 فاز فيها 5-1. بدات الناس تعرف اللعيبه واسماء اللعيبه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا احنا يعني الحمد لله بقى لنا 4 سنين في استاد الاجبال. كان في البدايه لو تفتكر يا اسامه كان قاصر على الفرقه اللي تحت بس الدرجه الاولى، فرقه واحده بس حقيقي. ابتدينا بعد كده والموسم ده الحمد لله الفرق كلها كمان بتاعه الجمهوريه هيتذاع لها المباريات. بدينا ب 2001 وبعدين 2003 والنهارده 2006، يعني طبعا تقليد جديد وجميل يعرف الناس بقى مش باللعيبه بس اللي هي تحت الفريق الاول، لا ده لعيبه القطاع كل المميزة. الولد يعني من هو صغير بيبتدي يتعرف وبيبتدي ياخد على الكاميرات وانه بيلعب على الهواء على طول، تستنفر الهمم مع طبعا اللعيبة كلها، كل واحد بيتبارى مع المنافسين عشان يظهر ويبقى ويتعرف من الصغر. كذلك بتعرف طبعا الجهاز بتاع الدرجة الأولى على لعيبة القطاع من بدري قوي ويبتدي يحط عينيهم على اللعيبة المميزة واللي هي الوعدة، وده تقليد يعني من قناه الاهلي الحمد لله كويس، يعني ان شاء الله يستمر وان شاء الله في انتصارات يعني ان شاء الله. كابتن شريف استوقفني واحنا بنعرض غرف الملابس للنادي الاهلي وانبي المحاضره هنا وهنا، الكراسي، الغرفه نفسها، تحضير غرفه النادي الاهلي بالفيديو، المحاضرات نفسها، الامكانيات الكبيره اللي بدات يعني تكون موجوده دلوقتي وطفره كبيره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ما كانتش موجوده قبل كده الحقيقه. ولسه يعني اللي احنا عارفينه ان لسه في اهتمامات كبيره جدا، لسه في مدرجات هتتعمل للملاعب حقيقة صح، تبقى بمثابة مشاهدة جيدة للأعضاء ومشاهدة جيدة للمنتخبات لما بتيجي تتفرج على الأولاد، ولي الأمر كمان اللي عايز يتابع ابنه. الحكاية بتكمل كلها كشكل احترافي يعني، فده اهتمامات كبيرة جدا من كل من يعمل في المؤسسة يعني، رأسهم طبعا كابتن خطيب. حاجات كنا واحنا صغيرين كنا بنتمناها، ف انك تدعم الناشئ او تدعم النجم وهو صغير بجميع الاصول وبجميع الاشكال والمواد اللي هي تقدر تخليه على قدر المستوى انه يدي كل الكره اللي عنده ويبقى لعيب محترف وهو صغير، يعني بيعيش تجربه وهو صغير. ف طبعا النادي الاهلي دايما هو السباق في الرسائل، خدت بالك؟ وفي ارساء القواعد اللي هي للعبه والرياضه في مصر الحمد لله. ف بتفرق بتفرق كتير جدا لما الولد الصغير بيتذاع له ماتشات منذ الصغر، يعيش التجربه دي مره واثنين و10، ما يعيشهاش اول مره مع الفريق الاول يبقى عنده الرهبه، وبقت على اليوتيوب كمان يعني لما يروح البيت كمان يقدر يشوف نفسه ويطلع اخطائه ويطلع الحاجات الكويسه اللي عملها ويقول انا عندي اكتر من كده، يعني يرجع يقول لك ايه لا ده في احسن من كده، ادام هم بقى مهتمين بينا كده وما اعرفش ايه. الواحد لازم يعيش الحكايه اكتر من كده، لازم نبقى ويحس هو ايه فين بالظبط، يعني هو في الوقت اللي الكاميرا عليه والشغل بتاعه بيحس بقى بقيمه كل اللي هو فيه، فيه اهتمام اكبر يقدر يصلح يقدر باذن الله يبقى على مستوى المطلوب منه اكتر باذن الله. اقول لحضراتكم برضو تشكيل النادي الاهلي مره اخرى، في حراسه المرمى فتحي مصطفى، خط الظهر امير علاء، حسام عادل، ايمن محمد عبدين، عبد الله طاهر، خط الوسط ابراهيم عادل وهشام مصطفى، يوسف اسلام، في الخط الامامي عمار وليد وعمر سيد معوض ويوسف السيد. عمر سيد ده ابن الكابتن سيد معوض، كابتن تمام حشيش. طبعا عارفه انت طبعا، لا عارفه ده انا متابعه من هو صغير وكان معانا طبعا في منتخب القاهره 13 سنه اللي بيلعبوا في طوكيو دوره عواصم العالم، مميز طبعا، ده في ناس بتيجي تتفرج عليه من هو صغير يعني، وكانت إصابة حصلت له كده عطلته شوية بس بس كويس. هو لعيب كويس ومهاري جدا جدا وهداف كمان، من هدافين الفرقة السنة دي كمان، جايب هدفين. دايما أقول له لما بنصحه وجبته قبل كده قلت له وأنت بتلعب ما تسمعش كلام أبوك. التشكيل معانا على الهوا، إحنا بنتكلم عن التشكيل.
كابتن حشيش يعني 4-2-3-1 نفس برضو اسلوب الدرجه الاولى. هو طبعا سامر بيحاول يلتزم بالطريقه دي، بس انا برضو انت عارف انا سامر يعني اعرفه كويس ودرب ابني يعني فترات كبيره لما كان في النادي الاهلي. سامر من اللعيبه من المدربين اللي دايما بتبتكر، وهو دايما يعني ما يحط الخطه على الورق، انما التنفيذ عنده استحواذ، بيحب يلعب الكره من تحت من عند حارس المرمى، بيعتمد على الاستحواذ، الحته الهجوميه بتاعته كمان ما فيش تقيد بمراكز، ودي بتدي له أفضلية مع الفرق وحرية للعيبة بتاعته إنها تبتكر يعني، ودايما يعلم الولاد دايما اغلط عشان تتعلم، بيسيب له مساحة، بيسيب لعيبة مساحة كبيرة من الإبداع. يعني أنا شايف إن سامر طبعا له خلفية كبيرة مكسب كمان، مكسب، هو طبعا لاعب النادي الأهلي في التسعينات طبعا، وبعد كده طبعا درب في أمريكا وبعدين السعودية، رجع على إنبي، درب فريق إنبي السنة اللي فاتت 2001، إنما أول ما النادي الأهلي طلبه رجع برغم إنه ماسك فرقة أقل اللي هي 2006 مش 2001، إنما هو طبعا قبل على طول للمهمة عشان طبعا عشق وحب للنادي الأهلي. كابتن شريف، وإحنا النهاردة يعني بنذيع لأول مرة فريق 2006، فريق صغير، نصيحتك وحضرتك يعني نجم كبير وعندك خبرات كبيرة للولاد الصغيرة لسه تحت 15 سنة، النهاردة بداية المباراة الرهبة، نصيحتك ليهم وتقول لهم إيه؟ بص يا كابتن أسامة، هم معانا بقالهم فترة، يعني هم مش جديد عليهم، هي جديدة عليهم بس إن هو النهاردة بقى تحت بؤرة الضوء. أيوة، إنه بيتذاع له ماتش، يعني بيتشاف النهاردة وبيشوف نفسه، إنما هم في نفس النظام، في نفس الأداء، في نفس الشكل اللي إحنا متربيين زينا كده، ما كنا انا وعشيش في مدرسه واحده. مدرسه واحده، انا من 14 سنه ل 14 سنه كمان مره ل 16 سنه التدرج اللي بيحصل في الجهاز الناشئين او قطاع الناشئين ما بيبقاش في عنده غربه في اي حاجه، هو اتفرج على 2003 واحنا بنزعله، اتفرج على 2001 واحنا بنزعله، نفسه يعيش التجربه دي، فحس انها قربت وقربت وجات له النهارده. صحيح. فخلاص بقت كل حاجه بالنسبه له ممكنه، كل حاجه بالنسبه له يستطيع فيها ان هو يتباهى. بقولها لك بصراحه يعني اتباهى ان انا موجود في تشكيل النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وضمن الفرق القطاع الناشئين والمنطقه اللي هم بيمثلوا المستقبل الكره في النادي الاهلي وفي مصر باذن الله. فكل لعيب النهارده طبعا لازم يفخر بنفسه ان هو بيرتدي هذا التيشيرت النهارده وموجود تحت بؤره ان احنا نشوفه ونقيمه، وهو يسعد بنفسه كمان ويدينا اكتر ما عنده يعني. كابتن حشيش، لو سمحت ذكروني كبر لنا صوره الملعب دلوقتي، الاحماء واللعيبه شغاله، عايز برضو اعلق على ملعب المباراه النهارده. علشان تطلع ناشئ يعني وتكسب موهبه لازم يبقى عندك ملعب جيد، للاسف دي حاجه احنا بنفتقدها دلوقتي برضو يعني في المراحل السنيه الصغيره، ان الناشئ يلاقي ملعب يصلح انه يقدر يطلع الموهبه اللي عنده. النادي الاهلي النهارده بيهتم بالملاعب بتاعته كامله، سواء ملعب التدريب او ملعب المباريات اللي احنا ملعب المباراه اللي احنا شايفين دلوقتي عليه عمليه الاحماء دلوقتي. انا بشيد طبعا بالنادي الاهلي انه اهتم فعلا بالملاعب اللي كانت خلال سنوات سابقه كانت صعبه جدا انك تلعب عليها، وبعدين حتى يعني ما كنت انا يعني بيتقال لي بصفتي في منطقه القاهره الملعب مش الملعب بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني مدرسه في كل حاجه، هو اللي بيعمل والناس بتجري وراه، فحته كويسه قوي ان النادي الاهلي اهتم بالملعب، لان اهم عنصر من عناصر اللعبه هو الملعب، لان انت لو لعيب كويس قوي يا شريف وملعب وحش مش هتقدر تطلع شفت الدرجه الاولى عندك. راحت لعبت قدام الفرقه بتاعت اول مباراه في افريقيا، شوف الملعب شكله عامل ازاي، بيسلبك كل قوتك وبيسلبك مش تطلع كل، وكمان انت عارف في نقطه كمان عرضه للاصابه وانت في سن صغير، في نقطه كمان اللعيب الكبير بيبقى عنده من الخبرات اللي يقدر يأقلم نفسه مع الملعب النص نص، انما الولد الصغير لو باصه انت عارف باصه وطلعت غلط ولا اتقطعت بتبقى بالنسبه له مشكله بالكهرباء نفسيا خالص. فالحقيقه يعني اهتمام بالملعب وده اساس طبعا اللعب يعني. كابتن حشيش، عايز ابدا معاك هنا في النقطه بقى الفنيه، خط الظهر، خط ظهر النادي الاهلي، امير علاء، حسام عادل، احمد محمد، عبد الله طاهر. تمام، نصيحتك للخط الخلفي ده النهارده الاربعه، والنادي الاهلي زي ما احنا بنقول بيلعب 4-2-3-1، الاربعه اللي بيلعبوا في دفاعات النادي الاهلي. دايما انا بقول للمدافعين ان انت نمره واحد، انت مدافع مش مهاجم،
انت بتكمل شغلك بالناحيه الهجوميه وبالذات الطرفين امير علاء وعبد الله. الاول اظبط نفسي في الناحيه الدفاعيه كباك، وبعد كده بقى ابتدي ازود بقى اعمل واجباتي الهجوميه. طبعا انا عارف ان سامر يعني من النوع اللي بيحب بيلعب بالطرفين، فاتمنى برضو ان هو ما ينفعش الطرفين يهاجموا في وقت واحد، لازم واحد يبقى مهاجم واحد مستني مع طبعا المساكين عشان يقدر يعمل لو في حاجه هجمه مرتده. فاول حاجه كمان لكل لعيبه بقى مش المدافعين، العب على الامان والعب السهل من البدايه عشان اخد الثقه في البدايه، وبعد كده اقدر بقى ابدع يعني زي ما بيقولوا. كابتن شريف، ابراهيم عادل، يوسف اسلام، هشام مصطفى، عمار وليد، عمر سيد، ده يعني يعتبر الخط الوسط. بص يا كابتن اسامه، انا بحب الفرقه اللي بتبقى واحده واحده. ايوه، خطوط تقارب الخطوط مع بعض، ما تبقاش في حاجه. بتتكلم معانا دلوقتي على الشاشه احماء الفريقين قبل المباراه، الاهلي وانبي. اتفضل. شكل التيم نفسه اللي بيبقى قريب من بعض بيسهل على نص ملعبه حركه نقل الحركه، اذا كان منه بيستلم منه او بينقل للفراوده او للاطراف اللي كان بيتكلم عليها حشيش في الوقت المناسب، يعني بيبقوا بيتحركوا خليه واحده. انا بحب الفرق اللي بتبقى زي كده. ليه؟ لان لو بتتقطع الكوره ما تبقاش كونتر اتاك عليها صريح او سريع. اقدر كل خطوطي تبقى قريبه من بعض، اي لعيب اتضرب في اي خط يقدر لعيب تاني بسهوله بخطوتين ثلاثه يعوض التاخر ده ويجيب الكوره تاني ونبتدي هجمه تاني، ويفضل الضغط على الفريق اللي احنا بنلعبه. هو ده الشكل بتاع الفرق المتفوقه اللي تبقى قريبه من بعض. ما بحسش بقى ساعتها 4-3-2-1 4-2-3-1، ما بحسش بهذا الشكل، بل بحسها دايما وانا بتفرج على الفرق اللي هي متقاربه كده 3-5-2. ودي اكتر حاجه تضمن لك انك لما تتحرك من الاطراف تتحرك من النص، فعندك اتنين فراوده كويسين قوي بيشتغلوا بالسويتشات جوه منطقه الجزاء الخصم. هو ده اللي انا لازم اتعود عليه وانا في السن ده. خلي بالك انت بتتكلم، شايف السرعات ده؟ مباراه الاهلي وغزل المحله اللي انتهت 5-1، شايف السرعات اللي جايه من تحت. السرعه كتير انت بتتكلم يا كابتن شريف عن السرعات، بيجيب جول يعني. بيجيب جول ويروح في مساحه وبسرعته بتتعمل له في مساحه وبيسجل بيها، وبقت عاده بقى وتعود. وشكل هو خلاص حس انه لو هيبقى عنده السبرنت بتاع محمد صلاح ده يبقى سهل قوي ان هو يروح يجري ونجيب جون ونشوف مواهب كبيره بقى. عايزين نتفرج يعني. التسديد برضو في الهدف ده كابتن حشيش، واحنا بنتفرج دلوقتي على اهداف الاهلي وغزل المحله في الجوله الثانيه، المباراه السابقه اللي انتهت بفوز الاهلي 5-1، مهاره التسديد في الهدف ده مهمه برضو في الناشئ الصغير. مهاره من ضمن المهارات المهمه قوي. بص الهدف تسديده من خارج ال 18 راحه في زاويه صعبه، لما بيكون في تكتل دفاعي والفرقه مش قادره تخترق سواء من النص او من الطرفين، بيبقى سلاح التسديد ده مهم جدا جدا وبحل مباريات كتيره. انا بس عايز اقول لشريف حاجه عن فرقه 2006 دي، يعني مفارقه يعني من المفارقات، ان في توأم. عندنا حسام وابراهيم برضو. عندنا حسام وابراهيم في بس مع اختلاف بقى المراكز. مين دول؟ طيب حسام عادل اللي مساك، وابراهيم عادل اللي هو نص الملعب. عندنا في التشكيله الرئيسيه حسام عادل خط الظهر، حسام عادل وابراهيم عادل في نص الملعب. عندنا دول اثنين اخوات توأم في الفرقه، حسام وابراهيم. تاريخ بعيد نفسه مع اختلاف طبعا المراكز. بالظبط كده. ان شاء الله يبقوا يا رب نشوفهم يعني. ان شاء الله. واحنا بنتمنى لكل اللعيبه التوفيق النهارده في هذه المباراه. بشكر ضيوف الكابتن شريف والكابتن حشيش، ونروح لفاصل، وبعد الفاصل مع معلقنا المتميز دائما، استمتعوا بقى بتعليقاته النهارده كابتن محمد عفيفي، ونشوف حضراتكم بين شوطي المباراه.